انا ما كاين من لا بوز لا مورفين. انا الناس هادو كاملين كنعرفهم، انا كنتربص معاهم الكاش شي 7 سنين هادي كنعرفهم مزيان. انا بوز عشيري، انا وياك بتنا في ناموسيه وحده انا وياك، انا عارفهم كيفاش كيفكروا. انا والروب انا تلاقيت معاهم، عاطين واحد الصوره للبيبليك كيمثل البيبليك ما قارين. اليوم غتكون الحلقة الثانية من بلاي ليست تراك ليست الراب المغربي، والحلقة الأولى عطينا فيها تلخيص موسيقى الراب في ذاك الشهر. واللي ما عرفش هذا الكونسيبت هو في هذا لاشين غيكون فيها تلخيص موسيقى الراب كل شهر من بخوميير جو حتى لتخون جو، وغنعطيو خبريات الروابة ديالنا. سنة 2024 دخلت سخونة، غير يناير تحط أكثر من 33 تراك في الراب المغربي، ووقعوا فيه بزاف تاع البلانات. البوز اللي دار الراب في هذا الشهر ما يمكنش، شي روابة نسيناهم واش مازال كيرابي، وحطوا لنا تراكات في هذا الشهر. حتى انت باش ما تدركش راسك، ما عليك غير تكونسونطرا مع الفيديو وتفرج فيه من الاول حتى الاخر، بغيت تخرج عارف كل شيء وكنوعدك بلي غتخرج فاهم كل البلانات. باش تقول لي شكرا دير لايك ابوني لاشين وبارطاجي الفيديو مع صحابك باش نوصلوا لاشينكا. راه ما بقى لنا عليها والو، نبداو الفيديو ديالنا فقره تراكات الراب المغربي. بداية بأول تيتر عندنا اللي كان ديال جاسوس اللي كان كلاشا فيه بوست، من بعد ما سمع سميتو في التراك ديالو قرر باش يرد عليه. هاد الميلودي رجعتني لداك جاسوس اللي قديم، سولو كلاسي ماش 2000 باب دارهم جمعنا باش نديرو تيم. بدا تيتر بافتخار بأنه ضرب 10 سنين في الدومين وقال مازال غادي يعطي. وفي نفس كوبلي بدا كيرد على بوست، صراحة أنا جاي رد ديالو ماشي في مستوى كبير، ولكن بين على التعبير ديالو في هاد المورسو اللي ضرب حد الآن على يوتيوب حوالي 154,000 مشاهدة. وبخوميير جونفي غيجينا موسوش بديس تراك كيكلاشي فيه بوست، من بعد ما قال بلي جبد ولي بوست وكيعني به هو يا بدل الحساب لي من شحال مكمش فوراقي، مرحبا بك في اخر حلقة ديال تايتان وماكي. المورسو اللي ضرب اكثر من 100,000 مشاهدة كان كله ايجو تريب، لدرجة هو من بعد دار ليه ريفيو باش يشرح التراك مزيان. راسي باش نشرح بزاف ديال الامور وبزاف ديال الحوايج اللي جو بونس كو كان خصهم يكون الفوكس عليهم اكثر، حيت هما الفوكال بوينت فهادشي كامل. قبل ما نبدا نشرح غادي نوضح واحد الحاجه مهمه، هو ان ما تلاحيتش على الموجه وماشي عجبني البيت. مو الصوت انا كيعجبني في التخسار ديالو فوق البيت، وكان شهر بزاف بالتراك اللي حط في البيف بين المغرب والجزائر وكراشا فيه ديدين قصتر مزيان في داك المورسو. فلو تكنيك ضرب شي سنيك بيك، بربي ما تحلم تجي للجنه دير بيكنيك. فهاد التراك كلشي شجعو باش يدخل الراب ويحط تراكات كتر، وداكشي اللي دار من بعد اشرف بعد شوية على الصحافة وبدا كيحط تراكات. وفي 7 من الشهر غيجينا بتراك يسري فوضى. انا ما كاين من لا بوز لا مورفين، انا الناس هادو كاملين كنعرفهم، انا كنتربص معاهم الكاش شي 7 سنين هادي كنعرفهم مزيان. انا بوز عشيري، انا وياك بتنا في ناموسية وحده انا وياك، انا عارفهم كيفاش كيفكروا. انا والروب انا تلاقيت معاهم، عاطين واحد الصوره للبيبليك كيمثل البيبليك ما قارين. شهادة شاهد من اهلها. بدا التراك ديالو بصوت الفنان زيزو من واحد اللايف اللي كان مع الياس المالكي وكان سكران، وكيقول فيه بان بوزو المورفين هما غير كذابه وكيعرفهم مزيان، وداك الشيء اللي كيبيعوا البيبليك ماشي هي الحقيقه، غير كذوب في الواقع. بالنسبه للتيتر قصه مزيان. واش بد ليه بعض السميات اللي حتى شي رابر اخر ما جبدهم ليه في البيت. وبطبيعه الحال هذه خدمه تاع الصحافي، هي جبد النقيلات وجبد خبيرات حتى شي واحد ما يكون عارفهم. وفي واحد من الشهر غتجينا فاميليا ديس تراك بيكولا. مراب مراب جايين فني خروف، عيب السيفه كيكريتيكي في الزين وحروف، اشتاك الناس ريفيو كاع ما بنتي برو. حتى هي ناترو بالاعتبار راسها وحطات لي اوديو كيشكر فيها وكيعطيها الريسبي على قبل الخدمه اللي كدير. الصراحه قصرت مزيان فوق الانستري وعجبت بزاف التراي اللي كيديروا الراب وجاو من جهتها. وفي 3 من الشهر يحط بيرمودا تراك بوكيت روم كيدافع فيه على صاحبه بوز وكيكراشي فيه فاميليا. بوز تبدا ديك خيطنا عاهره، كلشي سولها نهار الكراس معايا راجلها. تيتر اللي ضارب على يوتيوب حوالي 260,000 مشاهده بقى كيعطي في السطور الفاميليا، وقال لها بلي خانت راجلها معاه، وهذا اتهام كبير في حق الجنس اللطيف. و6 من الشهر غيجينا الرد ديالها كتجاوب فيه بيرمودا. سي مريم شنو نقول لك، غادي نقصدك فواحد البلان ياك اخو كسبيني دابا شوفي كيدي. انا طلعت راجلي عليك وبلا ما تخليني نكمل اللوديو. خايف كتربي وشدك الرجفه من صوتك ياك جاوبتي غابي دحولي زر.
رقصت مزيان تاني في ديستراك ديالها وبينت على انها عندها دواسة خاطرة على بيرمودا كتلف فيها على شي بلان وهذا هو التصرف الخايب تبدا تكلاش مع شي واحد هو عارف عليه كلشي واش بغيت دير فيها نزق وتستقم قول فاميليا خدات الريسبي من عند البيبليك وفهاد السوجي وبينت على مستوى زوين وفي 5 من الشهر غيجي جي ان تي تريبل ايغريك بتراك واعر بكلاش البوز الحريق كاع اللي بغا نتحاسب ورا الكريدي مدفوع خلي عليك الطولي راك عارف قلمو مرفوع لا جينا غير الكوبي راه بكرا الكوبي مرفوع نغات قال عليه بانه هو غير كوبي ديال المورفين وهاد الجمله كلشي كيقولها ليه غير كل واحد الطريقه ديالو الخاصه قصر مزيان في التيستراك ديالو وعجبني انا بزاف التكنيك تاعو اللي حط كلاش طريقة ذكية وفي نفس النهار دادا كيحط الأوبي ديالو اللي فيها 7 ديال التراكات اللي سماها ماد إل ماروكو كان فيها فيش مع واحد الرابر كبير في المغرب اللي هو دون بيك في تراك ماد إل ماروكو غير الهضرة كبيرة طلبوا تسليم بلادي بلاد ديور الكراس الدم والغيرة ضارب هاد البروجي على يوتيوب حوالي 1.5 مليون مشاهدة وهي حاجة عادية بالنسبة لجوج روابا كيعرفوا كيفاش يخلقوا البوز بطريقتهم الخاصة وكان كذلك واحد تراك آخر اللي حتى هو فرقعة في ليرين حتى في ستوريات اللي هو عادي جدا آسي وأنا كاع ما فايت سوارة ود البلاد خبزو براد مرحبا بيك في الدار الكيرة هاد التراك هو تاني استماعا في الأوبي تقريبا 1.1 مليون مشاهدة إلا بغينا نهضرو على البروجي جلوبال هو شي حاجة اللي كتمزك وعاجباني دادا مغبرش غير هكاك ولكن راه غبر وجاب شي حاجة واعرة كيف ما كان قال هو كندير تراك كندير جوج في خاطر لونتوراج يعني في خاطر الحب بالناس والموسيقى اللي كان بغيها وفي 5 من الشهر غادي نستورمي بتراك فوضى تقصار والهيت ديال ديمو بالنسبة للكليب طلع النيفو فوق العادة بحال هاد البروجي الواعرين كيعاونو الراب المغربي باش يدخلوا ليه فلوس كتيرة وضارب هاد التيتر على يوتيوب حوالي 300,000 مشاهدة وفي 7 من الشهر غيجينا رابر من فاس باش يركب على الموجة ديال البوست اللي هو يوسف 45 يا دان مسيني معرات بعض بغاني غالي بنكان الوقت لي ضاع حد بونش واعرين ولكن باش تدخل وتركب على الموجة راه شوية ناقص انا ما كتعجبنيش وما كيبانش ليا باللي هي برو النصيحة اللي قدر نعطيه هو يخدم بروفيسيونيل ويغبر على داك التخربيق ديال الفيديوهات راه يمشي بعيد عنده الراب واعر وعنده تكنيك ديال التقصار واعر ولكن ديك العشوائية في الكليبات والفيديوهات المخربقين هما اللي كيطيحوا ليه النيفو ديالو والطاك اللي غنهضروا عليه دابا هو تمساح للمغني سبعتو يا من القراب واللي قالت عمرو يقدر بيا انا بالنسبه ليا كنحترم جميع الاراء والانواع الموسيقيه ولكن يجي شي واحد يقول لي في لي كومونتير بلي السبعه راب في الديسك غنبلوكي كان كلشي كيتوقع بلي السبعه غيجاو بوست ولكن كرد ديالو ضعيف بصح الفيوز كاينين ولكن الراب ما كاينش وفي 6 من الشهر يحط حليوه تراك الويشه حليوة مدالي غيبقاو مشورخين في الراب بالمغربي وحتى شي واحد ما ينكر اشنو قدم الهيب هوب في المغرب بالنسبه للتيتر واعر بزاف وشفنا فيه حليوة ديال 2017 وضارب هاد التراك على يوتيوب حوالي 1.8 مليون مشاهده بمساعده يوتيوب يعني كيدير برومو التراك ديالو كيخلص يوتيوب باش يتقشرحونا جداد وهاد القضيه هي كتعاون تراك باش طلع في الفيوز ودابا غنهضروا على واحد اللي حط تراك اسطوري في البيف بين المغرب والجزائر اللي هو نيو بتراك ترجمان الكبرى مابقاش باقيين كلاشير وباخصني شي وزير منتدب العنصريه دي شانفراج في كالي ماتش المنتخب تراك واعر بزاف كيعجبني هاد الصاد فاش كيبدا يكتب عنده سطورة عاربين وهاد تيتر كان اونشي سيستي وحط فيه سطورة اللي كيفتخر بالبلاد وفي نفس الوقت ما عجبه شحال من حاجة وغنبقاو مع نيونيت اللي غيلوح تاني بروجي في شهر واحد اللي هو المهدي المنجرة لشا واحد ما قال الجاسوس راه كيديكالي لشا واحد ما قد يقول فتر باتالي تراك كان كله كلاشات لبزاف تروابا اللي منهم جاسوس فات ميزو اللون فيغوشين البنج لانكوني كاترويج وبزاف اخرين وهادو غير اللي باينين باغي حتى هو ينوضها بحال بوز ودابا جات النوبه ديال باكون بتراك 23 تخيل معايا كلشي باي واللي جو وحنا غبراش عطينا الشكلاط واللي وانكا باكون من الدراري اللي مازال صغار في الراب المغربي وبانو مع جينيراسيون ديال البوقال ولكن ما كيخدمش بزاف ومهدي غيحط لينا تيتر علام واخا كاين الحب ما كاينش الحنان ما كاينش الضمان ما كاينش الحظ كتجيب الامل هاد البروجي اللي تحط في 11 يناير وضارب على يوتيوب حوالي 100,000 مشاهده وكان كله موتيفاسيون وكيعبر فيه على القتال وعدم الاستسلام على الحلم ديالك والى هبطت ايديك غتجي فيك الطاقه في غوشين من الدراري اللي كانوا غابرين ورجعوا بتراك واعر بزاف اللي هو ماشي الخاطري خليني عليك ما تصدعنيش كاع دا كونيكت على شطارينا زيرو فان ما عنديش اشكال معنى الموسيقى والفن والابداع كلشي كيتجمع في هذا المورسو والى غبر ورجع كيرجع بشي حاجه اللي زوينه
وهاد القضية في الصالح ديالو. بغيت الرأي ديالكم الدراري في لي كومونتير بسبب هاد التراك، شحال تعطيوه على 10؟ تيفلو رابر من فاس كيحط في هاد الشهر تراك بدون حلم كاع ما كملات عيت وجادية مشالي. بالنسبة اللي بغينا نشرحو التيتر هو بالنسبة للمهنة اللي عندك في لاكارت، وكل واحد واشنو عنده. كاين اللي مهندس كيكتبوا ليه مهندس، وكاين اللي جدارمي كيكتبوا ليه جدارمي، ولكن هو ما عندوش شي مهنة كيكتبوا ليه بدون. هادشي هو اللي عنا بالعنوان ديال التراك. ضرب هاد المورسو على يوتيوب حوالي 730 ألف مشاهدة. بيبي جانك رابر مغربي في إيطاليا، رغم أنه مازال في السجن قليل الحراسة، كيحط دي بروجي واعرين، وفي 19 من الشهر غيجي حابس. تيتر اللي غادي المليون ونص مشاهدة على يوتيوب، والكليب مصور في وسط الإصلاحية اللي قطعنا نقوله عليها أنا. رابر مشرف الراب الإيطالي في أوروبا، وهو أعلى مشاهدة في ديك البلاد. سمول إكس غيحط كلاش ديالو التاني البوست في 21 يناير. متغمقش عليا ما نقدش على لعبي، عارف النيفو ديال كل واحد وعارف شنو كيبغي يخبي. بيتر وير وضعب نص مليون، رابع الماضي ديالو وكيفاش رابع من كل قلبه، وجاو بوست على بعض ستور اللي عنده، ولحد الآن راه هو التامن في طوندونس. بالنسبة لستورمي حط فيش مع جايلان وردوان الغازي باش يشجعوا إيكيب ناسيونال. باش عرف التيتر عنده سبونسور شركة ديال القمر، الله كاع ما سهل علينا في كاس افريقيا. اشنو كتسنى من القمر؟ كيدعم اغاني كيشجعوا بهم المنتخب. دولي بران غيحط تراك ديد بول. سينيتي مع الشبكة باش حيد على كريدي ديال الحديدة، صباح الخير. كان حاجة باينة كلاش البوز، مي غير الحاجة فاش كتطول كتر من القياس وما كتكونش فيها واحد شوية الإثارة كتبسال. علي ساميد غيحط تراك كنت أنا كنتسناه، وكنت عارفه غتكون شي حاجة واعرة، وبصح داك الشيء اللي وقع في مورسو واش. واش نخوه مال سوقي خاوي رخيص كيشناوه. من ناحية الموسيقى وليريكس شي حاجة اللي واعر، من ناحية الكليب والمونتاج بلا مناطق ديما كيجي طلع البارة فوق من العاد، وهذا هو الصامت اللي كيعرفو شحال هادي ديما كيجيب الجديد. كيرا ستيفن لاح تراك فيك. نفس التقصار ديال ديما، وبدا التيتر ديالو بلي غوفغان اللي واعر بزاف، ودابا جات النوبة على واحد من الأساطير في الراب اللي كيكتبو مزيان اللي هو كاترويش بتراك دوب الكحلة. راسم في مخي البار والكاسك في الصاك، واحد فيا في عينو المسيكا الاخر دعالي الله تكيسير الكاس ملعب كارلوس ناف. حط ريمات وارين وزاد الجمال ديالهم فاش كيبين المعنى في الكليب، وعرف بنادم اشنو قصد كتر في ديك الجملة. ونختتمو الفقرة ديالنا بتراك ستورمي بوبو. كليب تصور في البرازيل شي حاجة اللي واعرة، كتشرف الموسيقى المغربية وبالخصوص الراب المغربي، كيزيد داك النيفو يطلع وراه هو الخامس في التوندونس. دابا سيري الفقرة ديال تراكات الراب المغرب، ومن موراها غنمشيو لدوزيام بارتي اللي عندنا في هذا الفيديو اللي هي خبيرات الرواب ديالنا. اول خبر عندنا هي مرور طوطو في راديو سكايرو اللي حط فيه فريستايل عارب. وكذلك في برنامج بلانيت غاب مع دوريا. الخبيرات الثانية هي مرور دادا مع مومو اللي غيكون اول انترفيو ليه في كارير ديالو. سيداتي سادتي سادتي مرحبا، دادا معنا في الشو هذا الصباح على اذاعه تيتراجو. وهضر فيه على بزاف اللعيبات اللي كنصحكم تفرجوا فيه. ديب دار لايف كيبين فيه بانه كاين واحد الفيت جاي في المستقبل اللي غيكون مع موبي ديك والمورفين. وبيتر
وبين كذلك انه كاين بزاف ديال الفيتشات مع كيرا ستيفن. وينزا خدام على الاي بي ديالو غتحط من ورا مدان. فلوك ديال سهيل مع ديزي دروز هضر فيه على بزاف اللعيبات ومنهم الالبوم له. ولكن درما كان فيهش الفخار ويني ذا بريكفاست خصنا البيض اخويا البيض حتى هو كنصحكم تفرجوا فيه. في غوشين كيدوز في بودكاست اللي كيكون زوين وكيهضر فيه على بزاف البلانات. دودو دودو بوزو ليلى دودو شو سكو جو دير سي زيد اش تخيل بودكاست شي قايد تيجيو فينا زبالي غيكونوا هادو هما ابرز الخبيرات عن الراب ديالنا.